شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. بالله كيس الحليب هذا بقديش؟ 750 ليرة. 750 ورقة؟ ايه 750 ليرة هيك حقه، شبك تبل كمان. ماشي يا اخي. والله خاطرك. والله ما هو. في لنينة ب 250 ليرة. الحمد لله. أعطيني اللي بدك إياه. الله يسلمك إياه. الله يسلمك. كتر خيرك. تفضل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. زينة غنية علينا زي ضي علينا. عمو صبحي عمو صبحي وحي صار دورة دوري وين؟ يعني نرجوها مركب هو؟ يا الله بتي بس لا تقولي خاف أنا إيه؟ زينة 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 غالية علينا زي تضيع علينا زينة 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 خدي هي ليلة الحليب صغير الولد يسلموا ايديك وبياتي انا عندي صور برا ايه طيب يا محمد أحلى محمد أخذ دوار جنوبي عمي أهلا بيكم أهلا بيكم ما لا أعنى بتحييكم يا لا يا لا يا لا شب أنا محمد روي هاي استقبلناك بغنية ما ناقص غير السقف الطلايعية سقفنا لك أنا ليش وعايشة مشان شو شو الشي المنيح مخباري لقدام لحتى اتمسك بهالدنيا الزفت هي فقر ودقت وزل اكثر من هيك ما عاد يصير اولادي بلا مدارس وبلا مستقبل وبلا شيء لك حليب لابني حليب مثل العالم والناس ما عكس تجيب له لك كلمتني اذا طلع على راجب القاسيون وزت حاله مو احسن له رواه محمد لا تضوج علي لا تبلش تضوج قل لي شو وجعك شو صاير معك لك بجيبتي ما في الا 50 ورقه نفضت ما عاد معي يمشي يا زلمة احفيت وانا ادور على شغل ما عم لاقي لك حتى قصة تطليع الناس على بيوتها خلصت منها بعد ما وقفوا التقنين لك شو عمل بحالي زدت حالي قدام سيارة وانتحر ماك لا تنتحر ولا تعذب حالك بسيطة دبارك عندي شلو رح اروح عطل الاسانسير بتزبط معاه لك ايه بتزبط انت بتشتغل لك يومين لبين ما يتصلح احسن ما تعود والله فكرة بابا شي شلوني معاه سمعني سقفة طلائعية لشوف السقفة الطلائعية ايه شبك يا محمد هلا هي السقفة الطلائعية هي سقفة محمدية هي روي أي وراء الملكية وإخراج القيد العقاري والذي منه تبع الفيلا يعني كل شيء على بينة أريح أنا بحب أشتغل بنور الله تمام عزبي أنا الفيلا عاجبتني حابب أخدها وبس ما حطيت المساعة للصراحة ما بخفيك
موعد سفري القريب خلاني استعجل شوي بالبيع واكسر سعره. 90 مليون بس. لا 90 كتير، شايف حال البلد لا بيعة ولا شروي. قديش حاطط ببالك يعني؟ يعني بال50 حاجي. إيه لا لا شو 50؟ عم تكسر علي كتير هيك ها؟ معاذ بيك وضع هلأ مو مثل قبل، السوق ما فيه حركة أبدا، وعم تقول بدك تسافر بعد فترة. صدقني حتى لو نزلت بالسعر المكسب معك ها؟ إيه بس ما ببيع بتراب المصاري، فيلا تعبان عليها شوفت عينك. خلاص خيو أمري لله، هات 70 ومبروك عليك. 60 ومنكتب العقد دغري. ماشي 60 60، بس مندفع كاش والفراغ فوري عند راشد بالمكتب. اتفقنا. إن شاء الله ألف مبروك. مبروك عليك. شكرا. سمعونا الفاتحة هيك علي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس بدي أفهم حالي، البنت قعدت مع شاب خلص صارت منيحة؟ قصة أكبر من هيك، مو قصة تعالي. هجرس، أنت ليش بتشوف كل بنات الدنيا مو مناح؟ اشتهيتك مرة واحدة تقول عن بنت إنها منيحة. فلو يخزي العين عنك، بترافقي لي كل ماركة أحلى من التانية. هلا هي صحيح مجنونة وعندها شوية حركات، بس يعني أنا ما شفت شيء مو منيح من البنت، يعني ما في أي مبرر لحتى إني أنا عادية. هلا كل ما هنالك انها هي قعدت مع واحد وبمكان عام صارت البنت مو منيحه. لك يا بني ادم افهمي، البنت عم تتعامل مع الامن. ابو وليد بدي اسالك سؤال، هي اللي ساكنه بالفيلا اللي فوق معاها رنج رماديه، مين هي؟ قصدك بالفيلا اللي فوقها هي؟ تماما. هي مدام رشا بنت الملياردير كبير حسان حجلي. شو هالحكي؟ شي تقيل يعني؟ اشهد النار على العلم هي. ايوه طيب، وهي مدام رشا شو وضعها؟ وحيدة ابوها متزوجة وعندها ولد. اها، وبتروح وبتجي مع الشوفير لحاله؟ يعني ما معها مرافقة ابدا؟ لا المدام رشا ما تبع هيك حركات، اصلا هي ما تطلع برات الفيلا طاول. قلت لي مدام رشا. ابو محمد دخيلك الحقني، دخيلك الحقني. الولد مثل النار وما خلص شيء ببطنه. دخيلك لحقه قبل ما يصير في ايدينا. عوام قبرني عوام. شربان الولد مو لزمنا، خليه عنا اليوم، لازمه تصيره متعود شوي. يعني ابني ما عاد عليه خطر دكتور؟ اطمن الولد بخير، بس من يوم رايح دير بلخ ما جاب له غير حليب بودره نظام، هالمره اجت سليمه وبتعرف صار غفله انت تحكم ما سمح الله. الحق علي استرخصت. حصل خير، معافى ان شاء الله. الله معك. وحياتك ما عاد تنعاد. يا لا امتي ان شاء الله. اختي بنتي يلا يا رب. وقديش العمر استاذ صبحي؟ 52 سنة. ما شاء الله، ان شاء الله العمر كله. عفوا حضرتك كم كتاب قريان؟ كثير يعني. دخلك شو احلى كتاب من اللي قريانه؟ انا قاري كتب كثير حلوه، بس عفوا يعني ليش كل الاسئله؟ او بالاحرى ليش انا هون؟ يا سيدي انت هون لانك ما عاد استحيت على حالك. عفوا خلاص ولك خلاص، وما بدي اسمع حسك نهائيا. ملفك عنا كبر وريحته طلعت وتحركاتك عنا اول باول. لك لامتى انت بدك تضل عم تجمع الناس حواليك وتسمعهم افكارك الوسخه؟ لك قسما بالله العظيم لو مو جايتنا اوامر من فوق انه الراعي الفناني مو مقدر وضعه لورجيك نجوم الظهر. ليك انا تجي علي بقرف من شيء اسمه فنان، لأنه هاي الأزمة كشفتكم على حقيقتكم.
لكل عمركم لقليل ومسيحيين جوخ وبتتباهوا بعلاقاتكم مع الأمين. كل عمركم تلحسوا مسحون السلطة. هلا صارت السلطة اللي عملتكم بني آدمين قمعية وصار بتكون تغيير. من وين لوين؟ اسمعوا لك فنان، أنا هالمرة راح أجرب عملك كبني آدم، وتذكر منيحة هالمرة وبس، أنا زلمة عقلاتي جوزتين بخرج وماني سائل على شي بنوب، وممكن بأي لحظة غض النظر عن الأوامر وامسح بكرامتك الأرض. أدير بالك وانتبه لحالك شو عم تتصرف. إلي عبيد كلاب لقليب. كتبنا العقد والعينتين دفع الرعبون. مريت جبت الأنسة المحترمة مو خامة، إيه أشرقت الأنوار. شو هاد يا؟ شي ناهي والله. ناس عايشة بقشور وأنا مو ملاقي بيت مثل العالم الخلق. اسمي. وبقية المصاري؟ بكرة بيكونوا دفيانين بالجيبة. لك تخيل ربك يا معلم، إيه ها؟ هاد الحكي بيجي منه بالفحص. أبو وليد لا من ذا أبرك معجلك أنا وعدتك إذا بتحلب معي صافي وبنمشي حال البيعة ألك عندي حلوان ركتة. الله يديمك ويخليك يا معلم. إيش هاد ربي علي ما كنت حابب أخلص عليه، بس بتعرف يا أبو وليد الدنيا ما فيها أمان، وإنت شفتنا وعرفتنا واحد واحد. لذلك يا أبو وليد بدي أقول لك حظاً أوفر في المرة القادمة. أمو ما بدي يضل منه ولا أثر. ها لا تفسح ريس، خلينا نخلي. مدري ليه مدري كيف هالذكرى بيا بنص الغريب. مدري ليه مدري كيف هالذكرى بيا بنص الغريب. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شو الحليب؟ كثر خيرك والله عليهم. خير الله. لسه في منه الحليب الآن يدور. طبعا. أعطيني قليل الله خليني إياه. على عيني وراسي. الله يعطيك ألف عافية. على عيني. حرامي! لك تعال هون! لك حرامي! مشو! لك حرامي! لك حرامي! ايوه
صبحي يلا اخلع يلا. الله حيرفعك حي ملك الساحه والله. يلا يا صبحي يلا يلا تعال. انا شبابي ما راح اخاف. خلصنا لك صبحي والله طاير نهايه كيف ما طلع فيك كيف امبارح داخل اخوك. يلا خلصني تعال. يلا يلا يلا. انتي وينك انتي؟ ليش ما عاد تظهري من هون؟ ما بتعرفي من شغلي بالي عليكي؟ كنت تعبانة شوي، محتاج شغل مع مروح. سلامتك يا ملك. هلا إذا كل مرة بدك تغيبي هيك وحاكي حالي أنا مشكلة. كيف يعني؟ أنا بدي رأي من بالك. خاصة الهوية؟ خاصة الهوية. طلوا محلا طلتهم طلوا محلا طلتهم ابو الزيك وزينتهم ابو الزيك وزينتهم طلوا علينا الاحبار طلوا علينا الاحبار. شو هاد يا معلم؟ علي الحلال الاناقه طريقه بك. شو شايفين طعم؟ والله القالب غالب القالب غالب حبيبنا. لا بتلا هاني طولوا بالكم بس لعبي البنك المركزي تبعي نغنقكم اخر نغنق. ايه بدي ربك والسكوات بدو ينغنغنا والسكوات بدو ينغنغنا. حيو المعلم صحتك. صحة احلى شباب والله. يخرب بيتك شو حقير. هذا موفق الكلب لهلا مسكر موبايله من الصبح. لك بيكون سكران طول الليل ولسه ما فاق. لا تضايق حالك معلم. لك شلون ما ضايق حالي؟ لك لقطت مني مليونين ورقه لهلا مو قايل لي على موعد تسليم البضاعه. لك مثل مالي شايفك هالكلب عم يلعب ملعوب وصيخ. عوق معلم بيكون ملقوح ببيته وعم يشخر كمان. ديرو تحمل حالك تروح لعنده على البيت. اذا ما لقيته بالبيت بتضل عم بتدور عليه ما بتجي لهون لتجيبه معك. بتخرطشه خرطشه من شعره. ساعة زمن بتكون عم تشرب شاي انت وياه. دقيقة بس. طيران طول بالك طول بالك. نعمة شو جلال؟ تتذكر هاي الجنينة؟ أنا رح أذكرها. هاي الجنينة إجينا أنا وأنت لأول مرة والتقينا بمنى ورباب. وقتها كنا لساتنا طلاب ضباط بالكلية الحربية واتفقنا إنه نجي بلباسنا العسكري مشان هيبتنا. قال شو؟ مشان نأثر فيهم. قاموا هن الوقت شافونا ماتوا من الضحك. Thank you.
بتعرف اليوم رح اخذك على مكان كنا نروح عليه كثير وقلنا زمان ما رحنا عليه. جهز حالك اليوم المساء ماشي؟ تذكر جلال بدورة معلم الصاعقة وقت المسير أول قفزة 60 كيلومتر ركضناها سوا، بس بعدين صارت رجلك تجعك من البطل العسكري. وقت المدرب إجا وبده يعاقبك قمت أنا حملتك على ظهري. ولك مو بدك حرية، لك والله حيرجونا معكم، رح خليك تطير في سما الشام وانت حر. يلا شباب، اثنين، ثلاثة. أنا ملاك الموت وانت هلأ بنار جهنم. مو سيدك، مو سيدك، شو ما بدك تحكي، شو ما بدك تقول، بس عاصي مو سيدك، لك مو سيدك. برافو عليك، برافو عليك يا شاطر. يا أخي انتوا ليش بتحبوا تبهدلوا حالكم؟ والله أنا ما بحب دايم حدا، أنا بداية حدا يا شباب. يا سيدي جيبوا لي الحيوان على المكتب. لا بختي فيه مسلم البيت؟ لو بده يضحك علي إلي والله لا ألعن أبوك على أبوه. أنا شو دخلني معلم؟ أخرسوا لك لا ترجعوا بابات بخلتي. والله لبزوا على هالشوارب إذا ما تطلع له روحه بإيدي هالابن الكلب. روح من خلقتي ولاك، روح من خلقتي، اختفي. يا عم بعيونك على هالأسنان. لك يا حيوان انت شو فوتك هالفوته وقفت ضد البلد؟ شو ناقصك؟ مصاري عندك وتجارتك ماشي، شو بدك احسن من هيك؟ سيدي خايف احكي، خايف احكي تعصب علي. احكي احكي وخذ راحتك. انا علي الامانه ولك عليك البطيخ، احكي وخلصني، شو اللي ناقصك؟ ناقصني كرامي. ومين قرب على كرامتك يا ندل؟ شي 15 سنه كنت مارق بساحة المحافظة
بدون ما انتبه ضرب كتفي بكتف واحد، قام لف علي وخبطني هذاك الكف، لك وصار يسبني بامي واختي قدام كل الخلق. لما جيت بدي رد له اياها كمشني من ايدي زلمه معتر واقف قدامي وقال لي اوعى لك ابني، هذا بيكون عنصر امن. احترق قلبي، كيف يعني؟ كيف يعني عنصر امن؟ بجوز يكون معه ابتدائي بيحسن انه يهين العالم ويذلها. سكتت، خرست. بس وقت اللي صارت الثورة قلت اجى الوقت، اجى الوقت اللي رد الكف بدل الطاع عشرة. لحمة بعيونك، لحمة بعيونك. مشان غلطة عنصر أمن غبي تحرق البلد كلها، بدك تعاقب سوريا لأنك حسيت بالإهانة؟ لا بتعرف وين وديتوا البلد؟ بتعرف شو عم بيصير بالعالم؟ بجوز يكون كلامك صحيح، بس ما كان قدامي طريق تاني. أنا رح مشيك بطريق تاني وغير على الصراط المستقيم، لا تقبل. رح خليك تقعد عنا وتفكر منيح، بركي كرم الضيافة تبعنا بوعيك شوي. نزلوا له الحوار، نزلوا. بدي منك خدمة، ما حدا غيرك بيقدر يخدمني اياها. من بعد الله طبعا. هاد لشوف شو صاير معك. لك في واحد سافي الاسفل من شفرة بوطك، لك الحقير علم علي وشمع الخيط، ما في حدا غيرك يخدمني هالخدمة. طول بالك، طول بالك، ولا تدع الغضب يذهب بعقلك ايها الفتى الطحيني. منجيبه عمي منجيبه، روق. انت جيب لي اياه، واللي بتأمر فيه بده يتخرطش لك. يا هلا عم تحكي مدوزة، هات لشوف احكي لي، وبإذن الله ابو البراق ما رح يخيبك. وليش لهلا لا خبرتني انه استشهد؟ هذا خبر بنسكت عنه؟ عدنان حكيت معك اكثر من مره وموبايلك مطفي. لا تكذب، انا ولا مره سكرت موبايلي. يا اخي انت مكانك ما فيه تغطيه. المهم هلا بتأمل لي الجثه مشان ندفنها نظامي. الجثه ما انا عندي. نعم نعم نعم، شو تفضلت حضرتك؟ تخلصت منها، شو بدك يعني خليها عندي بالعيادة؟ عدنان أنا عيادتي بنص البلد، يعني إذا حدا اشتلق أو شك أنا بروح فيها. لك أنت شو عم تحكي؟ شو مفكره كلب وفطس؟ لك هذا شهيد ضحى بروحه كرمال هي البلد، أقل شي بنعمله ندفنه بنقرا له فتح على روحه. يا أخي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، بس أنا ما قدرت خاطر أكثر من هيك. عدنان حط حالك محلي، رح تساوي نفس الشيء. هلا روح انقلع وبعدين بنحكي. سبق بعدين. شغل بتعرفي علقة؟ علاء؟ وانا ماما تصل
حبيبي عمو معتصم اجى صلح الكهرباء وراح. الكهربجي كان عندي بالبيت، صلح لي كم شغله وراح. علوقة فوت ماما فوت، فوت حلو ضايفك. كيفك انت؟ ما في شيء مثل العادة، بيت وشغل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مشي حاله الأسانسير؟ نعم. ولا شيء شلونك؟ تمام. يمكن الكهرباء ضربة ضربتها مضبوطة. ولا يهمك. بتحب نحكي مع حدا من أهلك يجي يشوفك؟ إيه إيه بحياة أختك مسكي. وينك بصير رقم واحد ضلي كابسة عليه بتطلع لك وحدة. اللي له سرور سلم اللوحات الحية هو بالمشفى. علي. وهي رقم واحد. ليش مو حاطيني بدال الحجي هنيك؟ يعني انا اكل الشمس هو لا؟ والله هيك صار، شو بدنا نعمل؟ يلا حكيها حكيها. يلا ليلى سلم لوحاته على الاخر، هو عم ينتهي الليلة. قصي بيعرفني من زمان، كان يسافر معي بالطيارة والتقينا بالصدفة، وقال لي انه بده معلومات عن ناس بيسافروا معي، يعني مين مؤيد مين معارض هيك قصص. ولك شو هالفوتة هي؟ بتعرفي شو يعني العلقة مع الامن؟ لك انت بجوز بحياتك ما تخلصي منها. بتعرفي شو عم تعملي؟ لا يا ستي، وإذا صار اسمك مشموس ما بتصيري مستهدفة؟ شو بتعملي ساعتها؟ يعني أنا خايفة كتير، بس هو يفتلي بقصص البلد وهيك قصص وما عرفت شو بدي قله. طلعي من القصة بسرعة، ما بعرف كيف، المهم تنفدي بريشة. معك حق معك حق، بس أنتي مين خبرك؟ هجرس كان قاعد بنفس الكافيتيريا اللي كنتي انتي وهاد قصي تبعك قاعدين فيها. هو سمعنا واجا خبرك. من بعد اذنك انسي ليا، خليني اقلك انه صاحبك هاد مو بس بلدي وشرشوح وقليل ذوق كمان، واتركيه احسن لك وبلا هشكيلات كلها. المشكله انه انا وعدته اني ما احكي معك ابدا واقطع علاقتي فيكي. كمان ايه خلص ليا، ساوي اللي بيريحك، المهم الاستاذ بافوروتي ما يزعل. بلا غلاصتك مايا، يعني انا رح اقول له اني عملت مثل ما بده، بس يعني بيضل حكي. عن جد؟ ايه والله كتر خيرك، هذا اللي نابني من هالشرجوح. ايه بشرفك خلاص، يلي فيني مكفيني. ليه شو متعافين كمان؟ لا شوية مشاكل بالبيت. ماما سكري على الموضوع، ما بدي احكي فيه ابدا. شو بدك تشربيني حبيبتي؟ لا بقى تغطي وطمنيني عنك. ايه دايما وانا مشتاق لك، انت كمان ضل يزوريني. اكيد يا عمي. يلا خاطري اذا بدك شي خبريني. فتح راحت. خلصنا ألا؟ خلصنا؟ معتصم أنا ما عاد بدي إياك لهون لبقت شيء. لك شو بكي ألا؟ شو عم تحكي أنت؟ معتصم أنا أهل مو صفيان عندي، ما بقي لي غير بنت عمتي سوزان، ما بدي أخسرها، فضايح ما بدي، اعطيتك كثير لهون وبس. خلصنا ألا شو بكي؟ شو صار لي؟ معتصم لبرا. وما عم تحكي عن جد؟ ايه عن جد لبرا. لا شو جنيتي؟ لبرا. ما خلصنا ولا شيء، ما عم تبني شيء. اسمعي خلينا نحكي. تركني بحالي ما تسمع. يلا لا لبرا. خلصنا لبرا. مو خلصنا لبرا. خلصنا لا لبرا عم اقول لك. يلا شو حكي شو صار لك؟ لا ما صار في شيء. يلا قلت لحالي بعطل الاسانسير، بفوت على الغرفة بلعبش لي شيطين كهربا ببعض، بيقوم بصير كنطاك بيتعطل الاسانسير، بس الظاهر انا مديت ايدي لقطتني الكهربا وتاخذني يمين وشمال وشمال ويمين، وما حس حالي الا اتخبط بين الحيطان، وبلحظة حسيت حالي سكرت الباب
وبعدين ما عاد صحيت على شيء، اخر شيء صحيت على سعاد هي وعم تقول لي الحمد لله على السلامه وقت اللي حكيت معك. لك السرور انت شو طلعك على الاسانسير من الاساس؟ لك هذا ابو محمد مو زلمه مفلس وعايف التنكه تبعه وما بجبته ولا ليره. قلت له انا بعطل لك الاسانسير لانه نحن بنطالع العالم على بيوتها وبناخذ على الطابق 50 ورقه. لحظه انا ما بفهم عليك شيء. احكي لي قصه الاسانسير من الاول. معلش اكتب وراك. وليا على بعضي انا لهالدرجه حابتني وطابسه فيني لحتى بدها تحفظ وتكتب كل كلمه عم قولها؟ ايه طبعا اكتبي، يعني ما احلاكي ما تكتبي، تصوري انك ما تكتبي مثلا. اكتبي للي ابو محمد زلمه نازح ومعتر على باب الله وعايف التنكي تبعه. نزح بعد ما راح بيته بالضرب والخبط واللي ما بعرف شو، بتعرفي انت الدبك شغال وكل شيء شغال. اجى على هالجنانه، هو اجى على هالجنانه قلبي لهفله مدري شلون هيك حس مثل اميتاب بالبسمه الاخيره لما لها فراراتنا اول مره بشوفها. يا الله يسلم هالايدين يا ابو سمره. وليك يسلموا. والله اليوم تعبنا كثير، من زمان ما اشتغلنا هيك. اي والله ايه. بس قول الحمد لله يعني احنا عم نشتغل، غير مصالح سكرت وعوفت من زمان. لك ابو سمره بدي اسالك، انت عندك اخوات؟ ايه عندي اخ عايش بالسعوديه. وابوك وامك عايشين؟ الوالد عطاك عمره من زمان بس عايش انا وامي لحالنا. الله يرحمه. وين ساكنين؟ ساكنين بالمهاجرين بالجادات، اخذين هيك غرفه على قدنا يعني. كل يوم بتطرق مشوار من المهاجرين لهون مشان ما تمروا على الحواجز؟ ربي يكون بعونك. انت شكلك مو مصلي على النبي بنو، صار لازم لاقي لك حل. شو عجبوك شايات؟ ايه الله يسلم هالايدين يا ابو سمرة. صحة ونعمة. الله يسد لي اوقاتك. اهلين معتصم. شو وينو؟ ليكو. صفون زين. ايه يلا جايين. مرحبا ابو الضو. لك اخي ليش هيك عامل بحالك؟ على طول سكران انت، والله ما بصير هيك طيب، والله ما بصير. لك يا سيدي خلينا عم نشرب ونسكر لك يا ابو الضو، لك شو فيها الحكايه؟ ما فيها شيء الله وكيلك. شغل لي سيجاره. امسك. شو صار معك؟ عندك عم بسأل حالي، يعني عم اقول انت كنت شلون فيك تطلع لي جواتك هيك تحكي عنه الفاضي؟ والله انا ما عم بحزي، لك مع انه انا كل شيء بعرفه، كل اللي بعرفه بناتي ورجال بعرفهم اكثر ما بيعرفوا حالهم. ابوك انا اكثر واحد خابزه وعجنه. معبى هون لك يا ابو الضو، معبى معبى، بس ما بعرف شلون بدي طلعهم. والله ما بعرف. اسمعني اخي، أنا ما بعرف شو بدي أقول لك، لأنه أنا ما بعرف شو صاير معك. حضرتك أنت ما بتحكي هيك طول عمرك، هيك بايع الدنيا كلها بقشرة بصلة. فيني أقول لك كلمة واحدة بس، اعمل يلي بيريحك، اعمل يلي بيريحك بس. هو إيه؟ هو إيه؟ يلا سلام ابو الضو. عود 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 شربك كاس متي بكير صحصح. ايه ما نخرطش متي بميتك.